امروز 16 مهر 97 اعتصاب سراسری سنندج خیابان امام. صباح يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الموافق لليوم 16 من الإضراب العام لسائقي الشاحنات. انتفض في ذات اليوم تجار طهران في حوالي 50 مدينة و20 محافظة ليقوموا بتشديد الحصار على النظام المعادي للشعب وسط استخدام الأخير لقوته القمعية والدعائية لإيقافه. وجاء الإضراب الأخير من قبل تجار السوق وسط توسع إضراب سائقي الشاحنات الذي عم 320 مدينة في يومه 17. حتى الآن كل المهن بدءا من سائقي الشاحنات وصولا إلى العمال والتجار وجميع أبناء الشعب أدركوا أن النظام لا يريد وغير قادر على حل أدنى أزمة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتشابكة، وأن التصريحات والوعود التي يطلقها عناصر النظام وقادته ليست سوى أباطيل كاذبة. واحدة من بين أكثر النقاط لفتا للانتباه في الإضراب الأخير من قبل تجار السوق هو انخفاض قيمة الريال إلى 19,000 دولار. لذلك وعلى عكس توقعات الحكومة وخبراء الاقتصاد من انحساره، إلا أنه امتد بسرعة إلى 50 مدينة. الآن بلغ السيل الزبال لدرجة أن أحد المسؤولين السابقين للنظام المعروف بمحمود موسوي خلال مقابلة عكست وجهة نظر إعلام النظام قال: تلقت الآمال الاجتماعية صدمة كبيرة لدرجة أن موقف المجتمع ضد أي شيء يصاحبه بالضرورة غضب، تشاؤم وخيبة أمل، وقد أدت جميع الأزمات إلى فقدان الأمان النفسي والروحي في المجتمع. وإذا كانت السلطات الحكومية تتحدث فإن ذلك لا يتعدى كونه علاجا كلاميا لا يجدي نفعا، محذرا الناس يريدون تحرك لحل مشاكلهم، وعندما لا يجدون أحد فهم بأنفسهم يباشرون ذلك في إشارة واضحة إلى أنه في حال قيام انتفاضة لن يكون بمقدور النظام مواجهته.